مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، شكرا ابو احمد في الاستوديو. ايضا نتابع معكم الانطلاقات وشوطنا الثامن في مجموع الاشواط الذي انطلق في هذه اللحظات، والشوط الثامن الخاص بالاذاعه بكار المحليات الاصايل لابناء القبائل على ارضيه هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الصباحي الجميل. هناك فقط نبذه بان صاحب المركز الاول في شوط القعدان المحليات، صاحب المركز الثالث في شوط القعدان المحليات كان ايضا السيد محمد بن خميس بالصوب الاجتبي، هذا المعلومه فقط للمتابعين. نتابع مجريات هذا الشوط، وسياره للفائز بالمركز الاول في هذا الشوط ايضا مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المخدوم. هذه السيارة أيضا كيا صالون قدمت من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المخدوم. نتابع هنا المقدمة والصدارة والمركز الأول الوطن للسيد أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على الصدارة، وعلى المركز الأول الظبي، في المركز الثاني السيف بن عبد الله الحبسي من ذاته على المركز الثاني وثالث المراكز. هنا أيضا العقرب الخليفة بن يمعة بن عتي الرميثي، والتدخلات قوية في هذه اللحظات. أرى هنا التدخل من سرابة لمحمد بن سيف بن فالح الشامسي، بدأت تتدخل من مركز إلى مركز إلى ثالث المراكز. العقرب في المركز الرابع السيد خليفة بن يمعة بن عتيج الرميثي، وفي المركز الخامس هنا أيضا المدامية لسيد الكندي بن خليفة بن كندي المرر، من وصلت على خامس المراكز. هذه النتائج للخمسة المراكز الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ونداءنا الأول خلال هذه المسيرة، مسيرة الشوط الثامن، نتابع هنا ونعود إلى الوطن، ما زالت على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول لأحمد بن غانم بن حمودة الظاهرية المسيطرة على زمام الأمور. المركز الثاني الظبي سيف بن عبد الله الحبسي من ذاتنا على المركز الثاني، وصلت هنا في هذه اللحظات على ثالث المراكز. العيدة هي لسيد محمد بن سعيد بن متعب العفاري قادمة بلا هوادة. العيدة هي تنتزع الصدارة في هذه اللحظات وتغير النتائج رأس على عقب. أزعت صدارة هذا الشوط وعينها على الفوز والناموس الوطن ثانيا لسيد أحمد بن غانم بن حمود الظاهر الظبي، ثالثا السيف بن عبد الله الحبسي العقرب، في المركز الرابع لسيد خليفة بن يمعة بن عتيج الرميثي، وخامس المراكز. هناك من الجانب الآخر سرابة لمحمد بن سيف بن فالح الشامسي من ذاتنا على المركز الخامس. هذه النتائج للخمسة المراكز الأولى في الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم، والتحدي جميل على أرضية هذا الميدان. بنعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق، إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط. المقدمة وهناك العيدة هي، العيدة هي على الصدارة، العيدة هي على المقدمة، العيدة هي على الفوز، العيدة هي على الناموس، العيدة هي بالانطلاق لمحمد بن سعيد بن متعب العفاري على ما شاء الله، تنفرد بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة وبالمركز الأول. المركز الثاني الوطن لسيد أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، المركز الثالث العقرب الخليفة بن يمعة بن عتيق الرميثي، سرابة لمحمد بن سيف بن فالح الشامسي، خامسا اسم جديد تصل في هذه اللحظات من الجانب الآخر القادمة، ودخلت بكل قوة، تدخلت أيضا دخولا جميل وملحوظ للغاية في هذه اللحظات. عينها أيضا إلى المراكز المتقدمة، تتسلل من موقع إلى موقع مميز. أيضا هنا سرابة لسليم بن ضبون كما توقعت العامري، نعم ها هي من تسللت إلى ثاني المراكز
المراكز من الخامس إلى الثاني، وأسامي أيضا قادمة، أسامي قادمة، ولكن العيدة هي، العيدة هي على الصدارة، العيدة هي هي الأولية وهي على المقدمة على المركز الأول. العيدة هي لمحمد بن سعيد بن متعب لعفاري من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني سراب السرين بالضبون، العامر العقرب، ثالثا خليفة بن يحيى بن عتيق الرميثي، وهنا اسم جديد محبوبة، السيف بن حمد بن قرناط العامري من تأتينا على المركز الرابع وخامس. المراكز سوق الغانم بن حمود الدرعي من تأتينا على خامس المراكز، ولكن العيدة هي، العيدة هي من تسيطر، العيدة هي على المقدمة، العيدة هي بالانطلاق وبالتحدي، وتفتتح الكيلومتر الأخير بهذا الأداء المميز. إذن العيدة هي لمحمد بن سعيد بن متعب لعفاري على الصدارة على المقدمة على المركز الأول بأداء مميز، وعرض الجميل المركز الثاني، وتأتي سراب السري مضبون العامري، وثالثا العقرب لسيد خليفة بن معاذ بن عتيق الرميثي، هناك صوغ الغانم بن حمود الدرعي، ولكن بنعود إلى العيدة هي وهي تعادل العرقوب في هذه اللحظات بالفوز وبالناموس وبالتحدي. العيدة هي على صدارة على المقدمة لمحمد بن سعيد بن متعب لعفاري صاحب خنجر القعدان بالأمس، صاحب خنجر القعدان أيضا الشوط المفتوح بالأمس كان له نصيب الفوز والأسد، وها هو هنا مع العيدة هي ينتزع سيارة قدمت من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، قيا أيضا صالون هنا أيضا للعيدة هي بهذا الانطلاق والصدارة بدون أي أوامر ولا شبه أوامر حتى هذه اللحظات. ها هي انشاهدها العيدة هي معلنة الفوز، معلنة الناموس مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ها هي العيدة هي تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا تهانينا للسيد محمد بن سعيد بن متعب لعفاري على فوز العيدة هي بالمركز الأول. المركز الثاني للسيد مضبون العامر، المركز الثالث للسيد غدير بن حميد الراشدي إذا صح الكلام، المركز الرابع للسيد خليفة بن معاذ بن عتيق الرميثي، والمركز الخامس أيضا سيف بن عبد الله الحبسي إذا صح الكلام. مشاهدينا الكرام نعود ونهني مشاهدينا ومتابعينا الكرام محمد بن سعيد بن متعب لعفاري على فوز العيدة هي بالمركز الأول. تهانينا والناموس والسلامات لأهالي مدينة العين على هذا الفوز المميز لي أيضا سجلت العيدة هي. تهانينا والناموس. سرابة ثانيا لسري من ضبون العامري، وثالث المراكز الشاهينية لصالح بن أحمد الحربي مدونة عندي رقم 28. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والكلمة لديك يا أبو أحمد في الاستوديو.